السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكبسولات. النهاردة بقى هنستخدم تقنية تسجيل الشاشة سكرين ريكوردنج، وهنتعلم النهاردة الكبسولات مع فعل ليرنن. ليرنن زي ما أنتم شايفين كده، ليرنن ليرنن دي فيرتر، ليرنن يعني يتعلم أو يدرس، يعني يدرس في البيت أو يذاكر زي ما بنقولها بالمصري، أو بالشام يدرس او يجرى بالليبي وبالشمال افريقيا. ليرن دي ديفيرتر، ليرن دي ديفيرتر، تعلم الكلمات. ماين زون هات فليجن جليانت، يعني تعلم ان هو يطير. هات فليجن جليانت يعني تعلم الطيران مش يطير. اوس ارفارنجن لانت درمنش، يعني من الخبرات من التجارب يتعلم الانسان. اوكي، ان ليرن لما تقول ان ليرن معناتها انك بتدرب فلان او بتمرنه على حاجه معينه. ايش ليرن ماين نوي هاوس انجشتلت ان، يعني انت جبت موظف عندك في البيت هاوس انجشتلت، وانت بقى بتعلمه او بتدربه بتمرنه. ايش تسايج اير في زي دي اربعه ماخنزون، يعني انا بوريها كيف ان هي تعمل الشغل، ازاي تعمل ايه شغل البيت هاوس انجشتلت. ايش ليرن ماين نوي هاوس انجشتلت ان، يعني بدربها ومرنها على الشغل. هاوس ليرن ليها معنيين، المعنى الاول ده اتم تعليمه زي ما اقول لك، they are learning. learning ده اللي هو بيكون المتعلم في الاوس بيلدو. they are learning hat aus gelernt زين lehrt seit ist zu ende jetzt ist er geselle، يعني خلاص خلص الايه الاوس بيلدو بتاعته. واوس ليرنينج دي معناتها يعني ايه؟ يعني عارف انت لما واحد يقول انا اتعلمت خلاص لحد ما جبت اخري، عشان كده بتستخدم دايما بالمعنى المنفي. بنقول من لانت ليبن ني اوس، يعني ايه؟ يعني المرء ما بيتعلمش في حياته، يعني يموت المعلم ولا يتعلم، واخد بالك؟ وكما قال الامام الشافعي رحمه الله عليه، كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. من لانت ليبن ني اوس، يعني الواحد عمره ما بيكتفي من العلم او الحاجات الجديده. اير ليرنن بيستخدموها الالمان مع حاجتين، اللي هو يتعلم وظيفه او مهنه، يعني يروح يعمل اوز بيلدنج ويتعلم مهنه الميكانيكي، يروح يعمل اوز بيلدنج يتعلم مهنه حلاق او موظف في البنك، فدي كلها بيتعلم هو مهنه. اير هات اينن بروف جلانت دير يونج اير ليرنت داس شلوسر هاند فيرك، يعني بيتعلم يكون حداد. اير اس ليرنينج اير ليرنت ديزن بريف بريف ايرلان ديزن بروف، ايرلان ديزن بروف يعني تعلم المهنه دي. مان كان اين شباخ اين يا نيشت فيرتليش ايرلان، يعني الواحد ما يقدرش يتعلم لغه في خلال عام. مان بيهرش زيد ناخ نوخ نيشت فول كومن، يعني ما بتقدرش انك تتقن اللغه او تكتسبها بشكل كامل في خلال سنه. كان ليرنينج يعني يتعرف على شابي هير مولا فور دراير كينجلاند دا ترافيش ان سوم ارسم مال، وبعدين ممكن تقول له هتعرفني صح لما تقول له دو كان اسميش ابر كان ليرنينج، لما تكون كده متغاظ من واحد وتقول له ايه هوريك، دي بقى بتقول يعني انت هتعرفني صح لو عملت كذا كذا من الغضب. يعني فير ليرنينج معناتها انك تنسى حاجه كنت اتعلمتها فيما مضى، يعني زي فيرجسون ايش كنت اين مال جوت تنس شبيرن ابر ايش هابي ايس جانس فير ليرنت، يعني انا كنت بعرف العب تنس كويس لكني نسيته. فايل ايش لانج نيشت مير جسبيلت هابه، ايش كان ايس نيشت مير، يعني نسيته خلاص ما اقدرش ايه العب تاني. الملزمه دي يعني الافعال دي هتلاقيها في السكريبت اللي هتلاقيه مرفق مع الحلقه. اتمنى تكون استفدت، واتمنى انك تشير الحلقه وتخبر اصحابك بالقناه، واشوفك في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.